لماذا وأنهت الجهات المسؤولة في إمارة الشارقة لمساتها الأخيرة من تجهيز مصليات ومساجد الإمارة التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك والتي ستشهد آلاف المصلين فيها بإذن الله؟ لبيك اللهم لبيك، ستصدح بها المآذن بعد أيام معدودات، وستردد بها ألسن المسلمين في جميع بقاع الأرض. إنه عيد الفطر المبارك الذي استعدت له إمارة الشارقة بمساجدها ومصلياتها لاستقبال المصلين والاحتفاء بالسنة النبوية. صراحة قبل أسبوع أسبوعين يعني ما شاء الله عليهم جاهزين المصليات، مجهزينهم وكل شيء والحمد لله رب العالمين. مثل ما تشوف أنت يعني شيء ممتاز، يعني شيء رائع، شيء ممتاز. ويوم نطوف يا الصغاري وهذا ونشوف نقول ما شاء الله قبل عيد باسبوعين، يعني احنا ما شاء الله نشيطين، يعني مستعدين للعيد ولرمضان لكله، الحمد لله رب العالمين. يعد عيد الفطر المبارك سنة نبوية ومناسبة عظيمة للمسلمين أجمعين للاحتفاء بهذا اليوم الميمون بعد مضي شهر من صيام رمضان. وتجري العادة مع اقتراب هذه المناسبة استعدادات تقوم بها الجهات المسؤولة من تجهيز للمساجد والمصليات التي تستقبل جموع المصلين والمهنئين. منذ 3 سنوات أصلي في هذا المصلى، والشيء الجيد في هذا المكان يوجد مواقف خاصة للمصلين وكل شيء منظم ومرتب. يوم يظهرون يعني من بيوتهم هم لابسين الزي الرسمي والإماراتي وهذا الحمد لله، وكل واحد متكشخ وياي وجاب المسيد والحمد لله. يقول بابا كل يعني كل سنة نحن العيد الفطر والعيد الأضحى، وإن شاء الله تأخذنا وتيودنا بيدينا وتودينا المسايد. صممت مصليات العيد في إمارة الشارقة بطراز معماري إسلامي وفريد من نوعه، ليتواكب مع المسميات والألقاب المتوالية التي حصدتها الإمارة كعاصمة للثقافة الإسلامية وعاصمة للسياحة العربية وإمارة ألف مئذنة، وربما يكون القادم عالميا وعظيما. هي أيام قليلة وستصدح المساجد والمصليات بتكبيرات العيد، وهذه الصورة تؤكد مدى جاهزية الإمارة لاستقبال المصلين. لإخبار دار محمد الجنيدي الشارقة.